الشهوي، حسين يعمل عرضية تبحث عن السومة، لكن إبعاد يحظى، وفيها قرار، وفيها قرار لربما على وجود ركلة جزاء. نعم، الأهلي يتحصل على ركلة جزائية، الأهلي يتحصل على ركلة جزائية من سيف الأهلي مهند عسيري، يشعل الآن المدرجات، يحرك الآن جماهير المجانين الأهلاوية بركلة جزائية، بركلة جزائية. راح نشوف الإعادة، راح نشوف الإعادة يا لومينيز. هنا العرضية حضرت من حسين، وهنا الاحتكاك والاشتراك اللي حضر من إبراهيم في هذه اللقطة، والتدخل من أمام مهند عسيري أو كوميل زياتي في اللقطة الماضية. كوميل زياتي يحتسب ضد خطأ وركلة جزائية. السومة عمر بعد عودته من فترة الإيقاف لمبارتين، غاب عن الهجر وغاب عن الكلاسيكو، ليعود الآن مع الفريق الأهلاوي بركلة جزائية. هل يسجلها عمر؟ هل يسجل عمر ويضاعف رصيده بالهدف الثامن ويتقدم للأهلي في هذه المباراة؟ ركلة جزائية، عمر السومة، عمر السومة السوري ابن الزور، هل يزور شباك فهد؟ نعم، جول، جول السومة، ابن الزور يزور مرمى فهد الشمري ويسجل أول أهداف الفريق الأهلاوي، حبيبهم اللزم الذي لطالما أسعدهم، لطالما أفرحهم، لطالما تغنوا به. إنه عمر السومة يسجل أول الأهداف بركلة جزائية تحصل عليها مهند اللي عوض غيابه، لكن الآن بركلة جزائية ليسجل حضوره عمر السومة. أو كرة عدت وعادت لحمد الحمد لصالح الرائد، 1-2-3، يا سلام على النقلة الرابعة، واصل اليوم، يا سلام يا يامي لحمد، فيها خطورة ويصالح صالح إلى جول، جول عيد الفارسي، الفارس يظهر أمام القلعة ويكسر حاجز القلعة ويسجل أول أهداف الرائد. الرائد يسجل أمام الراقي بعد صيام في 6 مباريات للرائد، وبعد حفاظ ل6 مباريات لمسليم، لكن الشهري بتمريره إلى عيد، عيد الآن بأفراح سعيدة لرائد التحدي بهدف العودة، 1-1، 1-1. لومينيز سيناريو أحلى من كذا ما فيه في الشوط الثاني، بعودة سريعة جدا في لقطة وتمريرة كسر فيها المدافعين، وبالتالي أول الأهداف، أول الأهداف حاجز المدافعين ضرب هنا فريق الرائد بالخطأ، الزبيدي قطعها، الزبيدي لبناء هجمة لعرضية لراسية قوية، لكن إلى وين؟ إلى خارج أرضية بركلة الجزاء، ركلة الجزاء لصالح الأهلي، صدق أو لا تصدق، مهند عسيري بركلة جزائية، عمر السومة سجلها. الآن عمر السومة لقيت المرة الثانية بركلة جزائية، عمر السومة هو الآن من يتسبب، هو الآن من يتسبب، ركلة جزائية لصالح الأهلي، لصالح الأهلي. تحركت الجماهير اللي حركت من خلاله اللاعبين، وبالتالي بهذه العرضية من الزبيدي عمر السومة يتحصل على ركلة جزائية، يتحصل على ركلة جزائية من أمام أحمد الحبيب في ظل وجود اعتراض على هذا القرار من لاعبين فريق الرائد. ركلة جزائية إذن ثانية لصالح الأهلي، عمر السومة بالهدف الثامن المسجل في هذه المباراة، هل يصل للهدف الثاني ويتقدم للأهلي؟ عمر السومة بفرحة بالركلة الجزائية، لكن فرحة ستكون كبيرة إذا سجلت يا سومة، إذا سجلت يا سومة. هل يصل الهدف التاسع ويقترب
من قائمة الهدفين مع إدواردو. السومة جابة، السومة جول، جول السومة، جول لعمر. يغيب اللي يغيب، لكن في حظة العقيد لازم الفرحة تزيد يا جماهير، لازم الفرحة تزيد يا مجانين. الجماهير إذا بهدف ثاني تتحرك الآن وتنتفض بعد هدف عمر السومة. عمر السومة يسجل الهدف الثاني بركلة جزائية. هذه عاداته وهذه علومه، وخذ العلم عندك يا أهلي. السومة بعد العودة، بعد العودة في غياب لمباراتين، سجل هدفين لعمر السومة بركلتين جزاء في ذلك المرمى سجل، وفي هذا المرمى سجل، وبالتالي زيارة أخرى لابن الزور، زيارة أخرى لمرمى فهد الشمري، لمرمى فهد الشمري. هدف ثاني إذن لصالح كرة. تيسير راسية في الجول، في الجول. السومة يقول يجي، يعني يجي، يجي يعني يجي. السوري لفهد الشمري، أيام سوري، أيام سوري. هدف ثالث وهاتريك، وهاتريك، وهاتها يا فهد من الشباك. ثلاثة للأهلي، ثلاثة للسومة، ثلاثة للقلعة بثلاثة أهداف. يعني ثلاث نقاط يا عمر، يعني ثلاث نقاط يا عمر. بوخطاب يخطف الثالث للأهلي. السوري، السوري يسجل الآن لصالح الأهلي وللريداوين وللحراس. دائما أيام سوري يا عمر بالهدف الثالث ينهي الأمور تماما، ينهي الأمور تماما ليصل للهدف رقم عشرة. رقم عشرة غاب تنتين في مرتين وسجل ثلاثة بعد عودته. ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله.